اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بسطات ديال الدجاج تيجيو على هذا الشكل. خليكم معنا وندوزو المقادير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صديقاتي عزيزاتي الاوفياء. نبداو حلقتنا بالصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم بسطلات ديال الدجاج. انا فايت درت معكم بسطلات ديال الحوت ودرت معكم بسطيله كبيره ديال الحوت ديال الدجاج. يلا اليوم ان شاء الله غنشارككم معكم. نبداو على بركه الله. عندنا في المقادير عندي هنا دجاجه كبيره، عندي هنا خمسة البصلات مشلضين، شويه المعدنوس، زعفران حر، زعفران هذا بحال ملون، السمن، الزيت، خرقوم، سكينجبير، دبزه، واخيرا الملحه. غنديرو هنا الدجاج راه بطبيعه الحال مغسول وخليته حتى تسقطر. غنزيد عليها البصله، البصطيله كتبغي الدغميره. غنزيد عليه هاد شويه المعدنوس. غندير لكم الصينه اللي تندير انا اعتياديه، هذه اللي كندير دائما، شويه الملحه على حسب الطوق. الدجاج غسلناه بالملح، البزار قياس ماشي بزاف، شويه سكينجبير، شي معلقه صغيره ديال سكينجبير، نديرو خرقوم بلدي، صافي حتى نديرو هداك شويه ديال الملون، نديرو هاد السميله راه قيمت شي معلقه صغيره عامره. الدجاج وبسطيله كتبغي، بسطيله اصلا كتبغي هادي ديال بسطيله ديال الحوت، بسطيله ديال الدجاج كتبغي السمن، شويه بزيت، وندير شويه غير ربع في هاد الضويمه باش تعطينا اللون. نديرو شويه ديال الزعفران، لان هاد الزعفران عندي راه يابس، عاد حاطه هنا صافي. نديرو شويه ديال القرفه، اللي بغى يدير القرفه عواد، اللي بغى يدير انا كندير القرفه هكا غبره. انا قلت لكم داكشي اللي كندير عادي غادي نديرو هاكو. شويه ديال راس الحانوت، شويه على راس المعلقه هكا غير نسمه. وغنزيدو داك نص كاس ديال زيت العود وزيت الرومي مخلطه. غنشعل دابا على الطنجره ونخليها تشحر نرجع معكم ان شاء الله. انا خليت الدجاج طاب بلا ما، غير دوك خمسة البصيلات، ونقص عليه البوطه بحال هكا وخليته. دابا جيت لقيتو وقف والدجاج طاب، غاد نحيدو ونخلي المريقه تشحر شويه ونرجع معكم ان شاء الله. منين كان الدجاج تيطيب صوبت واحد، خديت واحد نص كيلو تاع اللوز وسلقته، غنقليه ان شاء الله ونرجع معكم. ها المريقه ديالنا بعد ما حيدنا منها الدجاج كنخليوها كتشحر حتى توقف ديك الزويته، يتحيد داك الماء كله الزايد، عاد باش نديرو البيض ان شاء الله. ها المريقه ديالنا بعد ما تشحرات غنحيد منها انا شويه ديال داك ليدام، هاد ديك الزويته انتما غتشوفوني اش غندير بها، غير هكا غير هاد القياس صافي، شي جوج مغرفات. ودابا منين شفات لينا البصيله غنزيد عليها السكر، كل واحد وشحال ما بغات السكر. انا غنزيد معلقه وحده ديال السكر، كنبغيوهاش حلوه بزاف.
نزيدو البيض. انا عندي هنا بعض البيضات باش غندير بعض البيضات، حيت عندي هنا البيض فيه جوج ديال المحوحه هانتوما اللي كيبان لكم، جوج المحوحه صفرين، داكشي علاش غندير ربعه كنصبو بليل. ضروري تقربوا البيض باش كينساج مع البصله ما كيجيش باين بزاف. دابا هانتوما البصله ديالنا خليناها حتى تعلكات، دابا عاد يمكن لينا نزيدوا البيض غير بشويه وحنا كنحركو. تزيدي تعلك مع البصله البصيطلات كيجيو غزالين تيجيو لذاد. انا متاكده انكم غتجربوهم ان شاء الله. صافي دابا نخويو الكميه اللي بقات لينا ديال البيض. صافي دابا غنبقاو حتى يطيب هذا البيض، ونسيت ما قلت لكمش على ما يطيب البيض، انا راه الدجاج خليته كيبرد، خليته هكا تيبرد، غنفردتو دابا نحيد منو العظومه ونخليه في الطبسين على ما نكمل هاد الدغميره توقف ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. ها البيض ديالنا بعد ما طاب انا طفيت عليه، هانتوما شفتو بقات توقفات غير الزويته، ها هو نشف. دابا غنخليكم غنخلطوا مع الدجاج ان شاء الله اللي نقيت وقطعت ونتلاقاو. ها البيض ديالنا والدجاج بعد ما خلطناه، دابا نطحن اللوز. اللوز عندي تقريبا نص كيلو، غندير ليه شي نص كاس ديال السكر باش نطحنو، نعاود نرجع معاكم. الشخص ديالنا بعد ما طحناه على السكر غنزيدو شويه القرفه غير هكا، غير راس المعلقه ديال القرفه هكا، شويه القرفه. وداك اللي دام اللي كنت نقصت من الدجاج اللي كان كيتشحر غنزيدو نخلطو به، هو اللي غادي نخلط به هاد اللوز ونبداو ان شاء الله نسدو بسيطلات. وانا نسيت هاد الساشي كنت حاطاه حدايا ونسيتها ديال الزهر، غنديرهم لنا غير شويه، انا ما غنديرهاش كلها هانتوما غير شويه، بحال النص نخلي النص، حتى هي كتعطي الطيبه زوينه ديال الزهر. اللي بغى ما يديرش هاد الزهر يدير شويه ديال الزهر باش يخلط اللوز. خديت كيلو ديال الورقه غنخدم به هاد البصيطلات ونخدم به حوايج اخرى ان شاء الله. دائما خليو الورقه في الميكا باش ما تيبسش، انا غناخذ غير باش غنخدم غير الجهد اللي غنخدم به هكا. انا غنحاول نديرهم صغيورين ولا مويان، نشوف ندير هادو ندير هاد الصغيورين، ما بغيتش ندهن الورقه حيت الورقه ديجا مدهونه. غندير اللوز من التحت هكا حيت غنقلبهم معلقه ديال اللوز ومعلقه هكا عامره ديال الدجاج والبيض باش لي غياكل يلقى ما ياكل بعدا. سمحوا لي شويه صوتي راه ضربني البرد.
صافي تبداو نسدوها بحال هكا بحال ديال الحوت، وغنعاودو ليها وريقه اخرى. دائما الوجه رطب لتحت هكا، عقلتو درنا اللوز من التحت دونك خصو يجي في الوجه، غنعاودو نديرو ليها هكا. جاتكم الورقه كثيره نقصو منها ماشي مشكل، انا راه دايره خليط ديال الدقيق والماء هو باش كنسد انا بسيطلاتي دائما، تنديرش البيض. ها انتوا كيجيو حيت ثقيل غزالي، غنزيد معكم شي وحيده باش ما نطولش عليكم. كلشي تبارك الله وصل عنبي، تنشرحوا غير المبتدئات، اما كلشي ما شاء الله راه كيعرف يصاوب بسيطلات، عرف يقاد. نعاودو نديرو اللوز من التحت، هاد اللوز طالع منو النسمه ديال الزهر غزالة. نزيد هادي شويه، دائما الوجه لتحت، هذه غير باش ما تسحلش لينا. وملي كنديروها هكا ربيع ربيع راه ما كتجيش فيها الورقه بزاف. حاولوا واخا تكون مقطعه غتعرفوا كيفاش هذا غير زايد. ها هي سيطلتنا، دابا غنخليكم ان شاء الله تنكمل الكميه وانا نعاوده ان شاء الله. ها البسيطلات ديالي بعد ما كملتهم خرجوا لي هاد القياس وعطوني تبارك الله كميه هائله 30 حبه. دابا دخلتهم المجمد هانتوما بحال هكا قصاحو، وغادي نجمعهم هذه الطريقه اللي كندير، كندخل المجمد يجمدو يجمدو شويه ونديرو في بلاستيكات وندخلهم نردو المجمد. دابا بقى لي الا ندوزو للتقديم النهائي ان شاء الله. ها بسيطلات ديالنا اللي وجدنا اليوم ديال الدجاج تيجيو على هذا الشكل، انا درت لهم غير هاد التزيين المتواضع، غنقطعو شي وحده وتشوفوا كي كيجي من الداخل. ولداد بيني لداد، انا رادقتهم في الكوزينه كيجيو غزالين. جربوهم الى عجبوكم، جربوهم شاركوهم مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ونضرب لكم موعد في حلقه قادمه ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.